السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم جيب لكم ساعة رولكس ديت جاست ولايف جرين مقاس 31، وكالعادة جيب لكم جودتين مختلفتين، الجودة الأولى الماستر كواليتي والجودة الثانية الهاي كواليتي. ندخل في الاختلافات على طول. أول اختلاف وأوضح اختلاف اللي هو درجة لون المينا. طبعا هذه الماستر كواليتي، شايفين كيف درجة لون المينا بدون ما أتكلم واضحة. في الأصل يجي ولايف جرين، ولايف جرين معناه لون زيتوني، فهنا جاي لونها أخضر في الهاي كواليتي، أما في الماستر جاي لونها زيتوني. هذا أول اختلاف. ثاني اختلاف درجة اللون الذهبي الإطار والسوار، برضو في اختلاف واضح. الماستر كواليتي جاية أقرب للون الذهبي، ما هذه جاية كأنها شوية مبهتة. الاختلاف الثالث اللي هو رقم 6، شايفين الفصوص اللي على الرقم 6 في الماستر كواليتي كيف جاي شكلها. طبعا ما هي جاية توب توب زي الأصلي، بس يعني أقرب للأصلي. وشوفوا كيف في الهاي كواليتي، شوف كيف الفصوص جاية، شايفين الماستر كيف أقرب للأصلي. تعتبر دائما الساعات اللي يكون فيها لونين اللي يكون فيها فصوص تكون شوية صعبة، لكن يعني هذا أقرب للأصلي بنسبة كبيرة. يعني في الوهلة الأولى الواحد ما يشوفها صعب إنه يفرق إنها تقليد. طيب نيجي للاختلاف اللي بعده. الاختلاف اللي بعده اللي هو نفس شعار رولكس، شايفين الدائرة تحت، الدائرة اللي في شعار رولكس تحت كذا يجي شكلها في الأصلي بشكل بيضاوي، شايفين كيف. أما في الهاي كواليتي جاي دائري، نفس الدائرة هذه اللي تحت شعار رولكس أو اللي في شعار رولكس نفسه، فرق واضح، شايفين كيف الفرق. نجي الاختلاف اللي بعده اللي هي الأرقام الرومانية نفسها، فيها اختلاف في الحجم والسمك، نفس الأرقام الداخلية الرومانية. ممكن ما توضح في المقطع لكن في الطبيعة واضحة. ونجي للاختلاف الخامس اللي هو نفس كروان السائل، قفل الساعة. دائما في الهيكل كواليتي كروان الساعة يجي متين، أما في الأصل يجي بهذا الشكل نحيف. نجي الاختلاف اللي بعده اللي هو الاند لينك، اخر قطعة يسموها الاند لينك، تيجي تكملة نفس السوار، يجي تكملة لين فوق بهذه الطريقة. اما في الهاي كواليتي القطعة الاخيرة تيجي قطعة واحدة، ما تيجي تكمل نفس السوار، شايفين كيف الفرق. هذه ابرز الاختلافات الامامية. الان نجي للاختلافات الخلفية اللي هو اول اختلاف، وانا اشوفه جدا جدا مهم الاختلافات، اللي هو نفس سمك الساعة. هذه اللي تحت الماستر كواليتي، اما هذه اللي فوق الهاي كواليتي. شايفين كيف سمك الساعة جاي في الماستر كواليتي جاي نحيف واقرب للاصلي، اما في الهاي كواليتي جاي شوية امتل. فهذا انا اشوف اختلاف مهم. الاختلاف اللي بعده نفس السوار، شايفين كيف متن السوار في الهاي كواليتي اللي على اليمين، اللي على اليسار الماستر كواليتي، اختلاف واضح. وفي اختلاف اللي هو نفس شعار رولكس في القفل، شعار رولكس اللي في القفل في الأصلي يجي تحت الشعر نقطتين، راح نوضح لكم إياها، شايفين نقطتين يجي تحت الشعر. أما في الهاي كواليتي جاي خط واحد. أنا أشوف اختلاف عادي ما هو مهم، لكنه اختلاف في النهاية للناس اللي حابة يعني تدقق في أدق التفاصيل. نجي الاختلاف الأخير اللي هو قفل الساعة. طبعا هذا القفل القديم، هذا الماستر كواليتي اللي من هذا القفل القديم، وهذا القفل الجديد، لكن أتوقع إلى الآن في الساعات النسائية بس إلى الآن يستخدم القفل القديم، أما الساعات الرجالية صار كلها القفل الجديد. يعني هذه أبرز وأوضح الاختلافات. وبرضو في الهاي كواليتي، شايفين زوايا الساعة في الهاي كواليتي تيجي علامات في نفس زوايا الساعة، هنا وهناك تيجي فيها علامات، في الأصل ما تيجي هذه العلامات، تيجي سادة. في ساعة داي ديت تيجي علامات، أما في الديت جاست لا ما تيجي. طبعا هذه نفس الموديل، اللهم اختلاف اللون، هذه جاية روز جولد على فضي والمينا بني، هذه الماستر وهذه الهاي كواليتي. طبعا هذه من ناحية الألوان أشوفها قريبة من بعض بنسبة كبيرة. أما الاختلافات الثانية مثل القفل، مثل رقم 6 والإند لينك، واختلافات اللي ذكرتها في المقطع السابق نفس الاختلافات. وفي اختلاف نسيت ما اذكر لكم اياه اللي هو نفس اطار الساعة، شايفين كيف في
في الماستر كواليتي جاي إطار الساعة، أما في اليسار جاي زيادة مشرط، أما هنا جاي أقرب للأصل، جاي أنحف يعني نفس التشريطات. هذه دبرة الاختلافات اللي أنا لاحظتها، وإن شاء الله أنكم تكونوا استفدتم.